طبعا بعد الحادثه الزلزال اللي حدث بشمال وشرق سوريا ومنطر اضرار منطقه حلب وريف حلب الغريب والشهبه وتركيا، الاضرار هي اكيد راحت الاف الضحايا تحت الانقاض، والمساعدات الانسانيه واقفه على ابواب المعابر حتى الان، عدم دخولها من ناحيه بعض المنطقه من ناحيه معبر ام جلود او ما شابه، وحتى الان باعتبارها كوارث انسانيه، وحتى الان يفرض نظام العزله والحصار على منطقه الشهبه والشيخ مقصود. نتمنى من جميع المنظمات والدول المسؤوله على الكوارث البيئيه تدخل وفك الحصار على منطقه الشهبه والشيخ مقصود وجميع المناطق اللي حدثت فيها كوارث بيئيه ومتضرر، وهي الكوارث هي كوارث بيئيه مي كوارث حروب او ما شابه، وهي تدخل جميع الحالات الانسانيه تدخل ضمنها. طبعا ننقد جميع الحكومات وحكومه دمشق بتشبثها بهذا الراي على عدم دخول او فك الحصار على منطقه الشهبه او الشيخ مقصود باعتبارها كوارث انسانيه. في هذه المراحل لازم يتحرك الضمير الانساني بجميع مناطق العالم. ننقد حكومه دمشق على تعندها وتشبثها برأي في ظل كوارث الانسانيه بعدم فك الحصار على مناطق الشهباء والشيخ مقصود، وعدم السماح بوصول المساعدات للاهالي في مناطق المنكوبه المتضررة بالزلزال. فعل غاضبة من قبل الشعب نتيجة تسييس حكومة دمشق للكارثة التي حصلت في شمال وغرب سوريا، وعدم استقبال المساعدات من قبل الأهالي والمنظمات الدولية. ونحن أهالي شمال وشرق سوريا ندين تصرف حكومة دمشق لهذه التصرفات، تارك أهالينا بلا مأوى ولا غذاء ولا دواء، مع العلم أن جميع الحدود الإدارة الذاتية مفتوحة وجاهزة لتقديم المساعدات إلى أهالينا. كما ننقد حكومة دمشق على تعنتها بفك الحصار على مناطق الشهباء والشيخ مقصود. هذا إن دل على شيء فيدل على وحشية حكومة دمشق في ظل الظروف الراهنة، وتعتبر جريمة بحق الإنسانية.